بطريقة مختلفة. يتعلم الأطفال هنا حقوقهم. عرض مسرحي بسيط يكرس فيهم روح المواطنة ويعلمهم كيفية التعامل مع المنظومة القانونية. كنت نشوفوا دوكا جسدنا يعني جلسة محاكمة، جلسة محاكمة على مستوى الدرجة الأولى اللي هي المحكمة اللي تمثل الأدوار تاعها الأطفال في دور القاضي والسيد وكيل الجمهورية، وكان الابن تاعي دور الدفاع كوالدة تاعو يعني محامي، وكان هناك ثاني متهمين يعني، وكانت محاكمة يعني بسيطة يعني تبين برك المراحل اللي تمر فيها المحكمة واللي مر الجلسة كيفاه تكون على مستوى المحكمة. جمعيات مختلفة حضرت هذه الفعالية التي أريد بها إسعاد الأطفال وإدماج بعض الفئات منهم. هي مناسبة كبيرة للأطفال كي يستمتعون بفرحتهم وبهجتهم، وكل الأمهات والأولياء فرحون بهم، وكل الأطفال يستحقون هذا اللعب. أشكر كل المنظمين الذين جعلوا الأطفال فرحين، أشكر كل الناس. الفعالية تكفلت بتنظيمها المؤسسة الجزائرية للبحث والتعاون القانوني الدولي، شهدت حضورا معتبرا من قبل فنانين وإعلاميين ناقشوا على هامشها موضوع حقوق الطفل بالجزائر. فمثل هذه النشاطات لا ينبغي أن تنحصر في المدن الكبرى على حد تعبيرهم. نتمنى هذه المبادرات ما تكونش فقط بالمدن في الجزائر، نتمنى تكون في مناطق الظل، في المناطق النائية، هناك ما كاش اللي يقف معهم، ما كاش اللي يرفعها عليهم، لأنه مثل ما نشوفوا المناطق النائية ومناطق الظل معزولة جدا. يا ربي تلقي عندهم ابتدائيات، ما عندهمش يعني كيما في المدن مسارح، أماكن ترفيهية، أماكن تضمن البراءة تاعهم، تعطيهم جانب من التسلية، تنميهم في وسط ولا بيئة تساعدهم على الرقي في المستقبل. لا تفكروا في حل مشاكلهم المستقبلية، امنحوهم طفولة سعيدة وسيفعلونهم ذلك بأنفسهم. يوم الطفولة يذكرنا أن القوة والازدهار والتقدم أساسهم طفولة سوية. من الجزائر، سارة بانا، اليوم.